الأعداد التي بدأت تتزايد في هذه اللحظات. شوط جديد منطلق وزميل بدر العتيب يتواصل بالتالي. شكرا للزميل الكريبي بن جابر المري. إذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام تتواصل تحديات وانطلاقات هذا الصباح مع شوطنا العشرون الخاص للقعدان اللي جاية، وهناك أسماء كبيرة 64 مشارك في هذا الشوط. نتمنى للجميع المشاركين بالتوفيق والنجاح. نبدأ بمقدمة الشوط في هذا التحدي على أول المراكز، نتابع الفائز لسالم محمد بن سالم النابت المري على أول المراكز، بينما النقلة مباشرة إلى ثاني المراكز ولد الباز لعبد الهادي بن علي بن ناصر الغيثان المري المركز الثالث. مبلش لخالد بن حمد بن عبد الله الزعبي يتواصل لشعار الزعبي على مستوى المركز الثالث. شعار زميلنا حمد الزعبي غير في هذه اللحظات إلى أول المراكز مع انطلاقة مبلش. ركز يا حمد، ركز مع مبلش اللي انتقل نقلة ممتازة إلى أول المراكز، بينما المركز الرابع مغادر لفهد بن سالم بن فهيد بن براك بن فهيد المري على مستوى المركز الرابع، بينما خامس المراكز أجد شاهين لجابر بن سالم بن سعيد الجربوع المري على خامس المراكز. إذا متابعينا الكرام هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى في نيدان الأول، والعودة مباشرة مع مبلش. مبلش أبلش الجميع بانطلاقاته وبتحدياته وبتواجده أيضا في هذا الشوط. خالد بن حمد بن عبد الله الزعبي المري على أول المراكز ينطلق مع مبلش، بينما المركز الثاني ناخذ المركز الثاني في هذه اللحظة مغادر اللي فهد بن سالم بن فهيد بن براك المري على ثاني المراكز، بينما المركز الثالث شاهين للسيد جابر بن سالم بن سعيد الجربوع المري على ثالث المراكز. المركز الرابع رابع المنطلقين تواجد الفايز سالم محمد بن سالم النابت المري، بينما خامس المراكز يحمل الرقم 50 في هذا الشوط. نتابع اللي يحتل المركز الخامس شاهين لحمد بن سالم بن راشد الكبيسي على خامس المراكز. إذا متابعينا الكرام هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى لنيدان الثاني، والعودة مباشرة إلى مبلش. خالد بن حمد بن عبد الله الزعبي على أول المراكز يتصدر على هذه المجموعة بالقيادة الكبيرة اللي يقدمه مبلش في تحديات هذا الشوط على أول المراكز. خالد بن حمد بن عبد الله الزعبي، ركز يا حمد، ركز مع مبلش. مبلش ينطلق في هذا التحدي الكبير على أول المراكز، ولكن ثاني المراكز المركز الثاني وصل في هذه اللحظة شاهين لحمد بن سالم بن راشد الكبيسي اللي ينطلق في هذه اللحظات، أو الكاسبي، نعم شعار الكاسبي اللي على ثاني المراكز مع شاهين، بينما المركز الثالث وصل في هذه اللحظات مغادر لفهد بن سالم بن فهيد بن براك المري. والمركز الرابع تقدم في هذه اللحظات من عجلان لجابر بن علي بن جرحب المري، يصل لأول ندى مع عجلان على رابع المراكز، بينما المركز الخامس اللي انضم مع الكوكبة الخماسية في هذا الشوط وفي دائرة النداء شاهين لجابر بن سالم بن سعيد الجربوع المري. يا سلام، هناك أسماء خطيرة لن يحن موعد تواجدها في عالم الإذاعة. نترقب دخول جديد على المراكز الأولى، العودة إلى الصدارة، العودة مشاهدينا الكرام إلى مجريات هذا الشوط اللي غير في هذه اللحظة وانتقل نقلة ممتازة إلى أول المراكز. انطلق شاهين حمد بن سالم راشد الكاسبي على أول المراكز يعلن هذا التحدي الكبير. شعار من أبناء السلطنة، سلطنة عمان الشقيقة، يشاركون في هذا التحدي الكبير مع انطلاقة شاهين ومتابعته في هذا الشوط. المركز الثاني مبلش لخالد بن حمد بن عبد الله الزعبي، ولكن القادم يا سلام يا سلام، أبناء النعيرية قادمين في هذا التحدي مع مبلش دعيكا بن جابر بن راشد بن هدي المري على ثاني المراكز. المركز الثالث وصل في هذه اللحظات، يا سلام يا سلام، مع مرعب حمداب بن معضد
بن محمد بن هلال المزروعي وصلوا في هذه اللحظات لأول نداء على ثالث المراكز، بينما المركز الرابع مبلش وهنا خامس التحديات أرى التقدم من شاهين حمد بن مطر بن محمد بن عميرة الشامسي على خامس المراكز. إذا متابعينا الكرام نعود إلى الصدارة، نعود إلى شعار الكاسبي، شعار الكاسبي مع شاهين يحتل المركز الأول حمد بن سالم بن راشد الكاسبي، ولكن ثاني المراكز يتقدم في هذه اللحظات يعلن هذه الخطورة مع مرعب حمداب بن معضد بن محمد بن هلال المزروعي على ثاني المراكز، ولكن القادم في هذه اللحظة القادم لأول ندى له مشاهدين الأعزاء في هذا الشوط وصل هملول سعيد بن محمد أو سعيد بن مبارك بن ضعيف النابت المري على ثالث المراكز، المركز الرابع يا سلام وصل في هذه اللحظة التقدم من قبل شاهين عبد الله بن غانم بن عبد الله بن فرج الغفلي على رابع المراكز، يغير من مركز إلى مركز وفي طريق الانتزاع المركز الأول، ولكن نعود اللي لا زال قائد لهذه المسيرة، نعود مشاهدي الأعزاء إلى أول المراكز، أول التحديات شاهين على المركز الأول، محمد بن سالم بن راشد الكاسبي على الصدارة يحتل المركز الأول، ولكن من الجانب الآخر شعار المزروعي يتقدم في هذه اللحظة، وتابع مرعب حمداب بن معضد بن محمد بن هلال المزروعي يغير مجريات هذا الشوط، ولكن الغفلي قادم على امتار الأخيرة، وهنا يا سلام الله يا مرعب تهانينا والناموس لمالك مرعب حمداب بن معضد بن محمد بن هلال المزروعي على هذا الإنجاز الكبير مع مرعب من فاز مع الأمتار الأخيرة. المركز الثاني وصل فيه شاهين لعبد الله بن غانم بن عبد الله بن فرج الغفلي، المركز الثالث وصل فيه مشاهدي الأعزاء حمد بن سالم راشد الكاسبي مع شاهين، بينما المركز الرابع جاء في مشاهدي الكرام الطماع لمسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني، وخامس المراكز جاء في مشاهدي الأعزاء هملول لسعد بن مبارك بن ضعيف النابت المري. إذا المتابعين الكرام تابعنا شوط حمل الإثارة والتحدي إلى الأمتار الأخيرة، نهني مالك مرعب حمدان بن معضد بن محمد بن هلال المزروعي، والتوقيت الزمني لحظات وصول إلى خط النهاية 6 دقائق و18 ثانية وثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس. المركز الثاني وصل في مشاهدينا الكرام شاهين لعبد الله بن غانم بن عبد الله بن فرج الغفلي، قدم عرض يشكر عليه، والتوقيت الزمني 6 دقائق 18 ثانية 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث وصل في مشاهدينا الكرام شاهين لحمداب بن سالم راشد الكاسبي، والتوقيت الزمني 6 دقائق و19 ثانية وجزء 1 من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.